شكت القوافي أطرقت في حيرة يا سيدي ماذا يقول الشاعر والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمع غزير والمخاوف أغزر شيخي أبو إسحاق يخطب خطبة في إثرها نار الخطوب تسعر كلماته بين القلوب فراقد هي حينما ذكر الوداع خنادر كلماته تبكي الجماد فكيف لا تبكي عليه مجالس ومنابر فيها يبث شكاته ويغالب العبرات تخنق لحنه وتحاصر هجم السقام علي أوقف دعوتي ومضت على حرمان روحي أشهر واليوم جئت وكنت غير مؤهل دائي يؤخرني وما أتأخر اليوم جئت إلى النعيم ممتعا روحا بذكر الله تحيا تزهر ويقول أرجو أن أموت مجاهدا أدعو إلى رب العلا وأذكره شرف الحياة وعزها في دعوة كل المناصب دونها فلتفخر مت خادما للدين أشرف غاية يحيا لك الذكر الجميل العاطر الشيخ يشكو عجزه عجبا له أوليس عند الله ليثا يهدر بالحق يصفع كل لومة لائم الناس تكتم والمحدث يجهر فالصارم المسلول في وجه الذي يؤذي رسول الله سيف شاهر ورؤوس أعداء الصحابة كلهم تحت النعال فهم أذل وأحقر ينهار كيد الناقمين على الحجاب نحورهم بحسام حق تنحر زفرات مهموم تصيح بنا ألا فتشبهوا بالقوم حتى تنصروا وتصيح فينا علموا أولادكم حب الصحابة عندها لن تقهروا فاسمع له شرح الحديث حديثه در على أسماعنا يتناثر واقرأ له تحقيقه خذ ماسه وعقيقه والمستهين الخاسر يا شيخنا يا من أنرت قلوبنا بحديث أحمد أنت بدر النير إنا لنرتقب اللقاء بلهفة والشوق من أعماقنا يتفجر يسرت للناس الحديث فأقبلوا ظمأ وكيف ترى المعين وتدبر علمتنا ندعو العباد بحكمات فيعم معروف ويذبل منكر لا لست أنسى حسن لقياك التي جعلت فؤادي للمكان
أهلا بني، يقولها الشيخ الأبو الحاني فيأسرني الحنان الغامر. يا ليتني يا سيدي لك خادم، من لازم العلماء فهو الظافر. قم يا محدث عصرنا، قم يا محدث عصرنا، هيا اسقنا من علمك الفياض فهو الكوثر. قم يا أبا إسحاق أيقظ عزمنا، فالعزم في جل الشبيبة خائر. عظنا ولكن لا تودعنا، ففي توديعكم كسر وأنا يجبر. أرواحنا في بعدكم معلولة، والقلب منقطع غريب حائر، ورجاؤنا الموصول تنعم صحة، ودعاء قومي مرسل متواتر، وأكفنا مرفوعة بضرات لله وهو المستعان الناصر. يا حي يا قيوم فاشف صدورنا بشفائه جل الكريم الناصر. اليوم عاد الشيخ أشرق بيننا، ما أبهج الدنيا ببدر يقمر. فالحمد للباري تتابع فضله، فالحمد للباري تواتر فضله، ويزيد من نعمائه من يشكر. جزاك الله خير يا عبد الله، واعذروني انا يعني احسنت. الصغار وضع بين الكبار.